أهلا بكم. واحد الظاهرة كتفاق من نهار بعد نهار، عام بعد عام، في بعض المدن اللي كتعرف شيء من التهميش. هذه الظاهرة هي كثرة المختلين عقليا في الشارع العام واللي كيهدوا السلامة ديال المواطنين. أشنا هي المسببات ديال هذه الظاهرة؟ علاش كيتكاثروا في بعض المدن الصغيرة وزان نموذجا؟ وشنا هي الحلول؟ أجوا معايا. الاختلال العقلي يقدر يكون وراثي، بمعنى يتزاد مع الإنسان، وكيظهر على السطح ملي كيلقى بيئة اجتماعية مناسبة للظهور والتفاقم. هناك أيضا اختلال عقلي ناتج عن اعتلال اجتماعي من طفولة صعبة وبيئة أسرية مؤذية. الاختلال العقلي والاعتلال الاجتماعي ماشي تشخيص سريري، ولكن عبارات كنطلقوها على مجموعة ديال الناس اللي كتظهر عليهم سمات مرضية، بمعنى آخر اضطراب شخصية معادي للمجتمع. هاد الاضطراب الشخصية يمكننا نلخصوه في مجموعة ديال التمظهرات: الأنانية، عدم الشعور بالندم، الخداع والقسوة والعدوانية، وبقاء على هاد السمات مدة مستمرة في الزمن. ناري، مجموعة ديال الناس غيدخلوا بسهولة في هاد الفئة ديال الاختلال العقلي مقارنة مع هاد المعايير، فقط للمزاح وحتى واحد ما مقصود. أيضا ملي كتكون البيئة المجتمعية خصبة لإصابة الإنسان باضطرابات نفسية كسهولة رواج المخدرات والتعاطي لها بكثرة. ما يمكن حتى واحد ينكر بأن نسبة كبيرة من الشباب كيتعاطوا المخدرات في سن مبكرة جدا نظرا لوفرة العرض. وهكذا كنلقاو أطفال كيتعاطوا المخدرات وهم المخ ديالهم مازال في طور النمو، ومع مرور السنوات كيتصابوا بالاضطرابات النفسية. ما نساوش أن منطقة وزان نموذجا فيها مجموعة ديال المناطق كتظهر فيهم زراعة وترويج المخدرات بكل أنواعها، الأمر اللي كيساهم بطريقة مباشرة في ظهور حالة جديدة من المختلين في إقليم وزان. علاش المختلين كثار في المدن الصغيرة بحال وزان؟ إلى جانب المسببات اللي هضرنا عليها، كنلقاو وجوه مألوفة ومعروفة ديال المختلين اندمجات في المشهد المجتمعي، لكن مرة كنتفاجئوا بوجوه جديدة في كل مرة كتدخل لوزان، وبعض المرات أفواجا. منين كيجيو؟ ما يروج في الشارع الوزاني أن هاد المختلين الجدد اللي كيجيو كل مرة لمدينة وزان يتم ترحيلهم من مدن سياحية مجاورة وربما حتى بعيدة للتخلص منهم. بمعنى آخر، أن ظاهرة المختلين في الشوارع كتتم المعالجة ديالها بحال شي واحد كيشطب الغبرة في الدار ديالو وكيخبعها تحت الزربية، المهم أنها ما تشافش مؤقتا في الزمان والمكان، حتى كتجمع وتكبر وتفاقم، عاد كيبغي يلقى لها الحل ولكن كيكون فات الحال. في وزان الناس عياو ما يتشكاو من كثرة المختلين في الشوارع والخطورة اللي كيشكلوا على سلامة وأمن المواطنين، إذ تسجلت مجموعة من حالات الاعتداء على المارة بالضرب سواء بالحجارة أو طرق أخرى، بالإضافة لمشاهد مخلة بالحياء كتزيد في تأزيم الظاهرة. من المفروض أن هناك على مستوى الأقاليم على الأقل مصالح كتستقبل حالات المرض النفسي والمختلين عقليا. في وزان واش كاين شي مصلحة بحال هكذا؟ الله أعلم. وإلا كانت، واش كتشتغل بفعالية؟ لا أعتقد. علاش؟ كون كانت خدامة كانت على الأقل غادي تحد شوية من هذه الظاهرة ديال انتشار المختلين العقليين في الشوارع. مجموعة من الأصوات سواء فردية أو جمعوية كترتفع وكتطالب بمركز للطب الإدمان في مدينة وزان من أجل محاربة تزايد عدد المضطربين النفسيين والمختلين العقليين. مزيان، هذا حل جميل، لكن كيبقى سطحي شيء ما. علاش؟ لأنك لما دخلتيش لصلب الداء، لأنك لما حاربتيش الإنتاج والتجارة في المخدرات في المجتمع، وخصوصا عند الأطفال واليافعين، وهناك القصد الأطفال دون سن 18 اللي كيف ما قلت في البداية كيكون نموذج المخ ديالهم مازال ما كملش، كيكونوا مؤهلين للإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية. باش نقدروا نعالجوا ظاهرة كثرة المختلين عقليا في الشارع العام، خاصنا نكونوا واعيين بأن النظام الاجتماعي عندنا ضعيف، وباش نعالجوا الظاهرة في العمق خاصنا نكونوا واعيين بأن رأس المال ديال البلاد هو الإنسان. نهتموا به، نقدموا له تربية وتعليم ذو جودة، نوفروا له فضاء اجتماعي مشترك يليق بتطلعاته، بدءا من الشارع العام والمرافق العمومية إلى السكن اللائق، ويكون عندنا نظام اجتماعي كيرافق المواطن في كل الأزمات اللي يقدر يتلقاها خلال الحياة دياله. نسمعوا ليه ونلقاو معاه، كنقول نلقاو معاه حلول. على ما يبدو
اتسعت الرقعة على الراقع. دمتم بأحسن حال وإلى اللقاء.